باش تعرف بيه المنطقة ديال تاكونيت وباش تشهد المنطقة ديال تاكونيت. وتيجيو عندنا الناس برانيين وكيجيو السياح وكيجيو بين هادشي استمر. عرس ثقافي محوره الصناعة التقليدية، تعاونية من مختلف الجهات حاضرة هنا لعرض أجمل ما أبدعت. تتنوع المعروضات والهدف واحد. كيفتح لنا فرصة باش نعرضوا المنتوج ديالنا، يعني عندنا ما يتعرضوا عندنا، يعني التعاونية كنخدموا بزاف ديال، يعني كنعرضوا الملابس ديال النساء وديال الأطفال ديال